فالله غايتنا ونحب ما يرضى لله من يرجو مولاه في مسعى. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بعد أن أوضح لنا شيخنا وفقه الله حكم السحر والساحر، فإنه لم يخفى على الجميع حكم الله ورسوله في السحر والتعامل مع السحرة. فالسحر أيها الأحباب هو عبارة عن عقد ورقى، كما أوضحه فضيلة الشيخ، عبارة عن عقد يعقدها الساحر، عقد يعقدها الساحر ثم ينفث فيها بريقه النجس الخبيث، مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن جل جلاله. وقد يعقد عقدا أخرى بطلاسم يكتبها، ثم يعقد هذه العقد ثم ينفث فيها مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن جل جلاله. هو عبارة عن عقد ورقى، وأحيانا قد يتمتم بأشياء غريبة، قد يتمتم باستغاثة بالشيطان في آنية معينة يحلها ويكتبها بأشياء من دم النجاسات، أو بأشياء تكتب ثم يحلها في آنية أمثال هذه الآنية التي ضبطت مع كثير من السحرة، ثم يضعها في أشياء تسقى أو تشرب أو تطعم. والسحر أيها الأحباب قد يكتب بأشياء قد يكتبها، فيأمر الساحر أن يدفنها أو أن يرميها في البحر أو أن يضعها في قبر أو أن يضعها في مكان أو يرميها في بيت الرجل الذي يراد سحره. جماع ذلك كله هو اتفاق بين الساحر والشيطان، لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا باتفاق بين الساحر والشيطان. وأحيانا قد يتم السحر للساحر فيرى الرجل زوجته بشكل قبيح، أو يرى منها ما لا يسره، أو يشم منها رائحة نتنة، أو يراها بشكل مفزع. كل هذا جماعه هو اتفاق بين الساحر والشيطان، منه ما يبخر ومنه ما يسقى ومنه ما يكتب ومنه ما يدفن. ولذلك أيها الأحباب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: هو مركب من تأثير الأرواح الخبيثة وانفعال القوى الطبيعية. فالساحر أيها الأحباب كافر محارب لله ولرسوله، فالله جل وعلا يقول كما ذكر تلا الآية شيخنا يحفظه الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. فدلت هذه الآية على أن السحر كفر، وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن الذين يتعلمون السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأن من يتعلم السحر ليس له عند الله من خلاق، فالسحر لا يفعله ولا يتعلمه ولا يعتقد به إلا من خلا قلبه من الإيمان واستهوته الشياطين. فالسحر مصدر خطر على المجتمع، فالسحر مصدر خطر على المجتمع، فهو آفة الآفات. فكم من مجتمع انهد بناؤه، وكم من عزيز أذله، وكم من شريف وضعه، وكم من لئيم رفعه ومكن له، كل ذلك بإذن الله وقدرته. فالله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحرة أيها الأحباب معول هدم في المجتمع، يهدمون عقائد المسلمين بسحرهم وطلاسمهم، فقد دمروا البيوت الآمنة وشتتوا الأسر مقابل دريهمات يتقاضونها من ضعفاء النفوس الأشرار الذين يحقدون على المسلمين ويتشفون برؤيتهم وهم يعانون من آثار السحر. فالسحر لا يتم للساحر أيها الأحباب إلا بعبادة الشيطان والتزلف إليه بالشرك والذنوب والمعاصي، فهناك رابط بين الساحر والشيطان، فهم الشيطان الأكبر هو صرف العباد عن عبادة الله جل وعلا الذي يجلب لهم النار وغضب الجبار. والشيطان ينوع طرق الإضلال للعبد كما ذكر فضيلته يحفظه الله، فقد يأتيه من باب الشرك، فإذا عجز عنه جاءه من باب البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة، حتى يوقعه في أمور ثم يوقعه فيما لا تحمد عقباه.
أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ لكن في التحريش بينهم، أقل شيء أن يحرش بين أولئك القوم. ولذلك أيها الأحباب، يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حال أولئك السحرة مصورا حالهم، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ذاك الرجل الذي والله الذي لا إله غيره ما ضبط إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية من القضايا إلا شيخ الإسلام رحمه الله قد احتسب عليها. ولذلك يصف حالهم، لأن شيخ الإسلام جمع بين العلم الشرعي ثم أنزله على أرض الاحتساب فاحتسب بيده يرحمه الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام واصفا حال أولئك السحرة فيذكر أنهم لا يتطهرون ولا يتوضؤون، يكون الواحد منهم ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب يأوي إلى الحمامات والقائم والمقابر والزبائن، رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية. تأملت كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنا أعرف أن ما من قضية ضبطت إلا وشيخ الإسلام رحمه الله قد احتسب على مثل هذه القضايا، فلم أستطع أن أتصور كيف ينام هذا الساحر بين الزبائن. هل ينام في برميل الزبالة في الشارع؟ هل يأتي إلى مكان المحارق فينام فيها؟ وسأورد لكم موقفا وقفت عليه بنفسي. جاءت إخبارية أهل حي من أحياء مدينة الرياض، قدموا برقية لأمير الرياض يحفظه الله بأنه يوجد قصر أو بيت مهجور تخرج منه أصوات غريبة، وأنه أرعب أهل الحي، وأن هذا القصر أو هذا البيت المهجور دخلنا إليه يقول فرأينا بعض الكتابات والطلاسم الغريبة الموجودة على بعض الجدران، وإنا نرغب اتخاذ الإجراءات اللازمة. فجاءت برقية عاجلة من أمير الرياض يحفظه الله وإياكم بأنه حال ورود برقية هذه التوجه إلى هذا البيت المهجور واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ثم إفادتي بذلك عاجلا. فتوجهت أنا وبعض إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ذلك البيت المهجور، فدخلنا في البيت وإذا البيت مظلم، فأنرت بالكشاف البطارية فأشعلت الضوء على الجدار فرأيت طلاسم قد كتبت على الجدار، فرأيت في نهاية ذلك الطلسم مسمارا قد ضرب، ثم في نهاية ذلك المسمار قد ربطت عقد بنفس الطريقة هذه، في نهاية المسمار ربطت عقد بهذه الطريقة، ثم في نهاية العقد ربطت أجلكم الله حفاظة نسائية مستعملة قد ربط فيها ملابس داخلية لرجل وامرأة. ثم لم يكتف الخبيث، في نهاية ذلك الطلسم وتلك العقد رسم صورة امرأة عارية أجلكم الله. ثم قلت لإخواني من رجال الهيئة فلنخرج من هذا المكان نخشى أن يسقط علينا السقف. ثم أضأت بالكشاف، نورت بالكشاف وإذا في نهاية ذلك الجدار خرق قد خرق عقد في ذلك الجدار بعقد شديدة عبارة عن سلاسل معقودة، ثم ضرب في نهاية السلاسل بأقفال ضرب عليها. فقلت لعل هذا العمل لشخص مسحور، لعل الله جل وعلا ساقكم إليه ليفك سحره. حاولنا فك لم نستطع. ثم توجهت إلى الغرفة فرأيت في الغرفة عجبا، رأيت زبائن يا أخوان قد جلبت من الخارج، من الخارج جلبت، ثم بارتفاع مترين ونص في وسطها نص متر، فأنرت بالكشاف فرأيت موقفا والله ما رأيت في حياتي أبشع من ذلك الموقف. أنا لم أرى في حياتي الجن أبدا، إنما أسمع كما تسمعون، الجن عينه واقفة، الجن شكله كذا، الجن له قرون كما تسمعون. فأنرت بالكشاف فرأيت جسدا عاريا، ثم رأيت جسدا عاريا قد أسدل شعره على وجهه. ثم أنرت بالكشاف فقلت لإخوانكم من رجال الهيئة، وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم
فقلت لهم: لقد صح الخبر عن سيد البشر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه هذا. فقولوا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن كان إنسيا فإن الله جل وعلا سيعين عليه، وإن كان جنيا فإن الجن لا تستطيع أن تصمد أو تقف عند ذكر الرحمن جل جلاله. فأنرت بالكشاف وإذا بالجسد يتحرك أيها الأخوان، فضحكت، فقال لي أحد الأخوان: أنت هذا وقت تضحك فيه؟ قلت: نعم أضحك يا أخي، لأنني تذكرت كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنا لنراهم تحملهم الشياطين في الهواء، فإذا قلنا لا إله إلا الله وقرأنا شيئا من القرآن فلتتهم الشياطين. فقلت: أنا إن شاء الله سأقبض عليه بإذن الله، لكن إن طارت بالشياطين فلا تكثروا من القراءة، فإني أخشى أن أرمى في الشارع لعزل السيارات. فقال لي أحد الإخوان: أنت تهزأ؟ فأمرت بالكشاف أيها الإخوان وإذا الجسد يتحرك، فقلت له، فحدثته، فإذا بهو بساحر قد بات عاري الجسد في داخل تلك الزبائن. فسألته: من الذي يأمرك بهذا؟ قال: إن الجن تأمرني أن أبات في داخل تلك الزبائن وأن أكتب تلك الطلاسم مستغيثا بالشيطان كافرا بالرحمن جل جلاله حتى يتم لي ما أريد. أيها الأحباب، لعل حديثنا اليوم أن نتحدث عن مجموعة من أولئك السحرة، منهم من يدخل في السحر عن طريق العبادات والزهادات، ومنهم من يدخل عن طريق السحر والعبادة، وتفصيل هذا الأمر قد يطول كثير جدا جدا، لأن الحديث أيها الأحباب في السحر وفي الجن بحر لا ساحل له. لكننا لعلنا نتحدث عن صنف من أولئك السحرة الذين يخرجون للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، يخرجون للناس على أنهم هم الأولياء وهم الصالحين وهم الذين بيدهم سر الغيب وهم الذين يدبرون الكون وهم الذين يذكرون الله كثيرا، وإن عندهم من العلم اللدني وإن عندهم من علم لا يعلمه كثير من البشر، ويخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة يحمل في يده سبحا طويلة ليخادع بها بعض ضعاف العقول على أنه من الصالحين الأتقياء. هذا تعقدت، عسى الله يفتح لنا ولكم. يخرج للناس أيها الأحباب بظاهر الصلاح والاستقامة، إذا رآه ما شاء الله الرجل مع سبحة 30 وهذا مع آلاف يبدأ يسبح فيها، هذا وانشجل بالشياطين بس. وإذا يخرج للناس بظاهر الصلاح والاستقامة أيها الأحباب، وأنا أريد أن أعرض لكم بعض من أولئك السحرة الذين خرجوا للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، لكن في حقيقة أمرهم لما خلوا بمحارم الله انتهكوها، لما خلوا في خلواتهم عبدوا إلههم الحقيقي. هؤلاء أيها الأخوان، حديثنا اليوم ليس حديث من قرأ أو سمع، إنما حديث من وفقه الله جل وعلا وأكرمه بولاة أمر أعانوه على القضاء على أولئك السحرة والكهان، فقبضت بفضل من الرحمن جل جلاله على أولئك السحرة، ورأيت بعيني عجبا من الكفر الذين هم يخرجون للناس بظاهر الصلاح والاستقامة. هؤلاء أيها الأحباب مجموعة من السحرة قبض ألقي القبض عليهم من فضل الله جل وعلا، إلا أن أولئك السحرة ظهروا للناس بظاهر الصلاح والاستقامة، يعلق في عنقه بعض الذبائح التي ذبحها لغير الله جل وعلا مستغيثا بالشيطان مرضيا له كافرا بالرحمن. ترون الآن بين يديه أيها الإخوان بعض القرابين التي يتقرب بها إلى الشيطان، وقد علق في عنقه بعض الذبائح التي ذبحها لغير الله جل وعلا. هذا الساحر الآخر ألقي القبض عليه بعد أن اتفق معه على أن يعني بعد أن عمل عملا لأسرة ليشتت تلك الأسرة ب700,000 ريال.
الآن ترون بين يديه يا أخوان الصنم الذي يعبده من دون الرحمن جل جلاله، وتنظرون أنتم أيها الإخوان المصحف بين يديه خلفه. فهو الآن يا أخوان بين يديه ذاك الصنم الذي يعطره ويطيبه وهو إلهه. الآن هو يخرج يتقرب إلى بعض الكرابين، بعض الصخور التي يتقرب فيها لإلهه. لا يشترط أن يعبد الشيطان فقط، بل لابد أن يتقرب للشيطان، يتقرب إلى صنم، يتقرب إلى حجر، يتقرب إلى إله يعبده من دون الرحمن جل جلاله. أيها الأحباب، هذه أحوالهم. يكتبون للناس الطلاسم الحجب على أنها مانعة دافعة حجاب تميمة، وهي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه التمائم بفكها وجد بداخلها بعض الاستغاثة بالجن والشياطين، طلاسم ورموز، وأحيانا يعمل مثل بعض هذه الأعمال اللي ترونها. هذه أقفال عملها الساحر الخبيث هذا لتفريق أسرة بأكملها، لكن التفريق له طريقة، ما يريد أن يصرفهم عن بعضهم، إنما يريد أن يفرق بينهم في أوقات الأفراح حتى يفسد حالهم وأوقاتهم. وقت العيد يصك عليهم بالقفر، إذا انتهى العيد فتح عليهم. أما هذا العمل فقد ضرب عليه بالأقفال الحديدية حتى لا يمكن فكه، إذا دفن في الأرض حتى لا يمكن أن يتحلل مع الوقت أو مع الرطوبة أو مع العوامل الطبيعية. هذا الأعمال يا أخواني هي عبارة عن بعض الأعمال التي ضبطت في أحد قصور الأفراح. كفيرات امرأة عملت عمل يوم زواجها، فأخذ من هذه الكفيرة العاملة تعمل مبلغ 100 ريال أو 200 ريال. هذا الشعر ترونه الآن للأسرة، لأهل العريس وأهل المعرس، جمعت الأعمال كلها الشعر، ثم عمل هذا العمل اللي ترونه، كلف 700,000 ريال لأجل أن تفرق بين الأسرة بأكملها. الأسرة بأكملها ب700,000 ريال شتت أهل العريس وأهل العروسة كلهم بأكملهم، ولا تم زواج ولا تم حفل ولم يتم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة. ولذلك أوصي أخواتي اللاتي يذهبن إلى مثل هذه الأماكن بالمحافظة على مثل هذه الأشياء، المحافظة على شعرهم، المحافظة على الحجاب، المحافظة على كثير من الأمور التي قد تستغل في أمور السحرة، أعاذنا الله وإياكم. هذا السحر الآن يا إخوان هو عبارة عن عمل عمل لهذه الأسرة بأكملها بفضل من الله جل وعلا. ألقي القبض على الساحر وألقي القبض على هذا العمل، هو بارتفاع الآن أمتار كثيرة كما ترون، ملئ بالطلاسم والرموز والكتابات والاستغاثات المحرمة. ولما كان السحر ملة واحدة، وكنا نظن أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمين وهم في حقيقة الأمر كفار سحرة مجرمين، أنهم على حال يأخذونها من خلال مذاهبهم وعقائدهم وطرائقهم البدعية، وجدنا إخواني أن السحر ملة واحدة كما في هذا العرض الذي ترون. فهذا ساحر نصراني، وهذا الساحر النصراني أخبرنا بعد أن أسلم وتاب إلى الله عز وجل، وما أقل ما يكون ذلك عن طريقة تعلمه للسحر، وهو يذكر لنا كيف يتعلم، يجلس هكذا، أرأيتم الغار الكهف، تماما كما يصف من يزعم أنه من المسلمين وأنه في حال خلوة مع الله، في دائرة اختطها بالحصى الأبيض، ولعلكم تلاحظون المثلث أمامه، وانظروا إلى أنامله وأصابعه كيف أنه يذكر ويجتهد بالذكر، تماما كما يزعمون أنهم يدخلون عن طريق الأذكار وذكر الاسم الأعظم الذي لا يعلمه إلا هم. هذا المثلث وهذه الشموع عبارة عن قرابين يتعبد فيها للشياطين في ليله وفي نهاره. هو في هذا المكان لا يخرج من الدائرة أبدا، وعليه من التهديد الشديد، لو أنه خرج من دائرته هذه لفعلت به الشياطين ولفعلت، فيمتلئ قلبه من خوف عظيم، هو خوف السر من الجن، فلا يزال خائفا منهم راجيا لما عندهم مدة طويلة.
ثم بعد ذلك ينال وسام الجريمة ويكون بموجب العقد ساحرا، فيكون من التنسيق بينه وبين الجن أنه يعطى أدنى حدود ومراتب السحر، فإن استمريت في الكفر أكثر وفي المكث الطويل وأنت على هذه الحال البئيسة يترقى في مراقي السحر ليكون بعد ذلك أكبر وأكبر وأكبر. وكما أنها ظلمات بعضها فوق بعض، فإنهم سحرة فجرة، بعضهم أظلم من بعض وأفجر من بعض. العجيب أن هذا الساحر وهو كاثوليكي يعمل نفس الطريقة التي يعملها من يزعمون أنهم من المسلمين أو من متصوفة المسلمين، نفس الطريقة تماما. وهو كما تلاحظون من أرض الفلبين، يعمل السحر نفسه الذي يعمله السحرة في جزيرة العرب وفي أفريقيا وفي أوروبا، فالسحر والكفر ملة واحدة. هذا ساحر يخبرنا كيف يعمل السحر في غرفته التي ملئت رائحة ونتنا. وهذا الذي معنا هنا هو حبره الذي يكتب به السحر، عبارة عن أطعمة ودماء وشيء من الطعام الذي أحرقه ثم أذابه. هذا المداد أي الحبر. أرأيتم هذه الطلاسم من وراء الشيخ قد وضعت على الجدار ونحن في مكانه وفي غرفته، أقول امتلأت بروائح أبخرة وروائح تنبعث من جسده. أرأيتم هذا البخور وهذه أخشاب تحبها الجن يشعلونها ثم يبخرون بها المكان. أما النصارى فيكتفون بالشموع ذات الألوان المختلفة المتباينة والأحجام الضخمة والصغيرة والقصيرة. أمرناه أن يكتب فكتب لنا هذا الذي ترون، هي حروف عربية لكنها كأنها غير مقصودة وغير معروفة. هذه هو يعلم ونحن نعلم ما معناها، كل حرف له معنى وله فحوى وله مقصد في حقيقة أمره، تعظيم لملك من ملوك الجن ولقبيلته، وإهانة لاسم من أسماء الله عز وجل، كما ستلاحظون في مزيد بيان في بعض الأوراق الأخرى سيكتبها الآن أيضا وأخرى وجدت مكتوبة عنده. أرأيتم هنا هذا المربع الثماني قد كتب في السطر الأول حروف مشتتة، منعناه من إكمالها لأنه إخواني لو أكملها لا كتب شتما ولعنا للعظيم جل وعلا، منعناه من إكمالها. واو وهاء وميم وميم أخرى، هاء وميم أخرى، لو أتمها لكان شاتما لله منتقصا للذات العلية معظما للشياطين، منعناه من إكمالها. هذا حسب إملاء الشياطين يعلقه على البوابة، وآخر يضعه تحت الوسادة، وآخر ربما يشربه وربما يأكله وربما ينفخه وربما يبلعه وربما هو يفعل ما تأمره الشياطين، وهم ينوعون الطلبات لكي تتنوع منه عبادته لهم وتنفيذه لأوامرهم تنفيذا مطلقا مجردا. هذا سحر شنيع. هذا السحر إخواني كتبه رجل لأخته وأضر بها ضررا لا يعلم به إلا الله. هذا السحر الذي بيده وهو يطويه ويثنيه الآن يبين لنا كيف طريقة ثنيه وطيه، وهي طريقة تكاد أن تتفق عليها السحرة في أفريقيا كلها. أما سحرة آسيا فإن لهم طرق أخرى تختلف أيضا، لكنها كلها ما هي إلا لم وجمع لهذه الورقة. في حقيقة هذه الورقة وهذه الكتابات وهذه الطلاسم وهذا الشرك ليست إلا عقد مؤقت بين الساحر وبين الشيطان لتنفيذ أوامر الساحر، فالشيطان يلبيها. بعد أن كتبها وضع هذا الخيط عليها لتعليقها، هذا النوع للتعليق. وهناك نوع آخر للدفن مثل ما سيقوم به الآن، وقد أخذ معه سحر ليدفنه، يمشي وهو لا يدري أين يمشي، لكن الشياطين تأمره وتوجهه، ذهب إلى مكان في طرف البلد ووجد كأنه جحر. هذا الذي كأنه جحر في حقيقة الأمر بئر. وأن أرجو أن تتذكروا معي كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم ها هو ذا السحر بيده، هذا السحر قد لف بخيوط كثيرة جدا مع كل لفة عقد ونفث بريقه واستغاثة وعزيمة باسم أحد الجن، يضعه في هذا المغلف البلاستيكي ثم يحكم عليه اللف
لكي لا تصل إليه إذا نزلت الأمطار الرطوبة والمياه، ثم يتآكل العقد فيبطل السحر، لا يزال يبرمه ويحكمه. أما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الساحر هو لبيد بن الأعصم اليهودي لعنه الله واليهود من وراه، ثم وضع السحر في مشط ومشاطة، أخذ شعر النبي ومشطه صلى الله عليه وسلم وجعلها في طلعة جف ذكر في فحال النخل، ثم وضعه في بئر ذي إروان في المدينة وجعله تحت رغوفة أي تحت صخرة في البئر. هنا دخل الساحر ونحن من ورائه ننظر إلى أين دخل، وذهب في مكان يعرفه في هذا البئر، ثم قلب في جانباته واختار زاوية من زوايا البئر وبحث عن صخرة يرفعها فوجد حجرة، يا لله تذكروا رغوفة بئر ذي إروان، هناك وضع السحر ثم أعاد عليه الحجر في يده، أرأيتم ها هو ذا، ثم بعد ذلك أخذ من التراب ثم نثره ورشه في الأرض لكي يخفي المعالم، لكن الله عالم والله عز وجل يراه ويعلم سره ونجواه. بعد أن أخفى المعالم أرأيتم، هو الآن انتهى من عمله الآدمي الإنسي الإبليسي حينما أبرم العقد ووضعه حيث أمر الطرف الآخر، الآن من هنا يبدأ الشيطان بدوره في الإضرار بالأبدان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يخرج بثوبه الأبيض النقي وبظهر الصلاح، لكن بقلب أسود عفن نتن أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لعنه الله وأخزاه. وهنا أيها الإخوة، إخوانكم من رجال الهيئة أهل المجتمع من العسكر ومن رجال الهيئة ومن المعلمين من الراعي والرعية السائل والمسؤول الكبير والصغير، كلنا حراس لديننا وحماة لعقيدتنا. جاء خبر في هذه المقبرة المهجورة، هذه بوابة مقبرة مهجورة من سنوات ما دفن فيها ميت، جاء الخبر أن فيها سحر موجود في أحد القبور المهدومة، فذهب إخوانكم من رجال الهيئة ومن رجال الشرط في حر الرياض الذي تعرفون، والشمس في كبد السماء وظل الرجل بين قدميه، وها هم ذا يحفرون وهم متعبون جدا والحر شديد، والمصلحة من وراء ذلك معدومة إلا من واسع فضل الله، كادوا أن ييأسوا ولكن الله عز وجل يسر لهم. هنا أشار من بلغ عن السحر بعد أن تاب إلى الله وأناب، وإخوانكم يحفرون أتلاحظون، كادوا أن يئسوا لكن الله أظهر لهم علامة كانت عبارة عن خيشة بلاستيكية قد تآكلت، أرأيتم تلك هي التي وجدها الشيخ، ثم بعد ذلك وجدوا السحر وهو عبارة عن لفافة بيضاء كأنها كفن الموتى وضع في جوفها السحر، وهذا هو البلاستيك الخيشة البلاستيكية التي لف بها السحر، تآكلت ولم يبق إلا السحر يحميه الشيطان لا حماه الله. إخوانكم الآن يقومون كما تلاحظون إخواني أحبتي في فك السحر وحله، ولا بد لمن يفك السحر أن يكون شجاعا بالله، إذ هؤلاء الشياطين بالشياطين، أما نحن فبرب العالمين، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لكن لا بد له أيضا مع شجاعته أن يكون قد أتى بالأذكار الواقية الصباحية والمسائية الواردة عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون قد صلى الفجر في جماعة ليدخل في ذمة أرحم الراحمين، فإنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وهو هنا يفك السحر لا بد من أثناء فكه إخواني من النفث، لأنه يجد أحيانا عقد فيقرأ الفلق وينفث مع كل آية قل هو الله أحد، وينفث مع كل آية قل أعوذ برب الناس، وينفث مع كل آية، بعد أن أزالوا العقد الخارجية التي جعلت حماية لما يحمى به السحر، وجدوا السحر عبارة عن هذا الجلد الحيواني الذي جعل طويلا ممتدا كأنه صوت، أرأيتم هذا الجلد في داخله السحر؟ والحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول كما نقول أفضل مما نقول. هذا كما تلاحظون إخواني السحر وهو يحل شيئا فشيئا، هذا أول ما وجد
هو عبارة عن عصا طويلة أحكمت وأبرمت وخيطت من جلد بقري، ووجد في أول انتفاخاته وانتؤاته هذا السحر الذي تلاحظون، عبارة عن عقد. ولعلكم تلاحظون الدوائر كتلك التي جلس فيها الساحر وهو يصف لنا، أما هذه الكتابات التي ملئت فما هي إلا السحر قاتل الله السحرة. وهذه هي المربعات التي أشرنا إليها، وفيها الأرقام وفي زواياها إشارات لمن هم معظمون ويستغاث بهم من الجن. وهناك يواصل إخوانكم فك السحر وإزالة العقد، ولا بد من إزالته كما ذكرنا من النفث. وأنا أتذكر وإخوانكم يمزقون السحر ويتلفونه في محله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة إلى مكة وعند الكعبة 60 و300 صنم يشير إليها بقضيب بيده ويقول صلى الله عليه وسلم: وقل جاء الحق وزهق الباطل. فكلما أشار إلى صنم سقط. والله إن من السحر ما يستغلق فلا نستطيع فكه إلا ونحن نذكر الله عز وجل ونتلو هذه الآية ونقرأ الفلق والناس، ثم يصبح بعد ذلك شيئا لا شيء يذكر فيفك بأسهل ما يكون. وتلاحظون إخواني هذه المادة الصفراء التي بطنت في هذا الجلد عبارة عن شيء من أثر المسحور، وقد ربطت وعقدت، فهي تفك كما تلاحظون الآن. هذه العقد تفك شيئا فشيئا، فكلما فكت عقدة والحمد لله يبرأ المسحور شيئا فشيئا، كاد أن ينتهي مع نهايته. اكتشف إخوانكم أن في طرف السحر لا يزال هناك عقدة في آخره، ولا بد من فك جميع العقد بلا استثناء، لا يبقى منها شيء البتة. فهم ذا يفكون وينفثون يدفلون بعد أن يقرؤون حتى انتهى تماما، وبعد ذلك يجمع ثم يقرأ عليه آيات السحر، ثم بعد ذلك يوضع في إناء فيه ماء قد قرئ عليه، ثم بعد ذلك يحرق بالنار. وأبشركم أنه عندما فك في المقبرة هناك برئت المرأة وزوجها وعائلتهم المسحورة مباشرة حال فك السحر تماما، كما جاء في خبره صلى الله عليه وسلم أن السحر بطل مرة واحدة فنشط كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وسلم. ومواصلة إخواني في جعبتنا من العروض الشيء الكثير، وإليكم هذا العرض مع فضيلة الشيخ. بعد أن عرفنا من هو الساحر وما هي حقيقة هذا الساحر، نريد أن نرى شيئا من أعماله الخبيثة. من هو الساحر؟ نريد أن نعرف حقيقة هذا الساحر وكيف يعملون هذه الأعمال الخبيثة. هذا عمل يا أخوان وجد كما تشاهدون، عبارة عن طاقية بداخلها بعض الأعمال السحرية. لأحد السحرة ألقي القبض عليه بفضل الله جل وعلا وأخرج سحرة. تنظرون أثار الدماء الموجودة الآن، وبداخلها أجلكم الله حفاظة نسائية مستخدمة. وضع بداخلها شيء من آيات القرآن، آية الكرسي والمعوذتين بداخل هذه الحفاظة النسائية. هؤلاء هم السحرة. مهما كان خرج للناس بظاهر الصلاح أو الاستقامة أو أنه يكتب أوراق أو حجب، السحر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة يا أخوان. لا يمكن أن يتم السحر للساحر بأي حال من الأحوال إلا بالتقرب إلى الشيطان. هذه صورة فقط بسيطة جدا من صور تعاون الشيطان، الساحر مع الشيطان. هذه مجموعة من الأعمال يا أخوان، عمل لأسرة بأكملها، الأم والزوجة والطفلة التي لا تتجاوز عمرها 7 سنوات، والد الزوجة والزوج. كل شخص من هؤلاء الأشخاص وضع له عملا للإضرار به. أما بالنسبة للإمرأة، السحر الأول وهو الإمرأة كبيرة في السن تجاوز 65 سنة، من 60 إلى 65 سنة، ما تركت مستشفى حكومي ولا أهلي ولا طبيب من الأطباء، كشفت فلا تجد لنفسها علاجا أبدا، تجد كطعن الرماح في جسدها، آلام شديدة جدا مبرحة، لكن ما وجدت لهذه الآلام علاج عند جميع المستشفيات، لأنه الخبيث جاء أخذ جزءا من شعرها كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، فأخذ سحرها شعرها ثم عقده بعقد ثم ضرب عليه في داخل ذلك الكيس بالمخرز، فهي تجد أثر ذلك المخرز الإضرار في جسدها كما هو موجود في المخرز المخيط. هذا عبارة الآن عن شعرها
والسحر الآخر الثاني هذا السحر للإمرأة العجوز اللي عمرها 65 سنة تجد آثار الآلام كالطعن في الرماح في جسدها. السحر الثاني للزوجة المسكينة، هذه الزوجة المسكينة ما تستطيع أن تجلس في بيت الزوج أيضا بأي حال من الأحوال، يذهب بها إلى بيت أهلها. إذا جاءت إلى بيت الأهل ما تستطيع أن تبقى في الليل كله، لابد أن تبقى طول الليل من باب الإضرار لها في الشارع حتى إذا خرج الصباح أدخلوها في بيتهم. أما إذا ذهبوا بها إلى بيت زوجها فبمجرد أي قضية بسيطة جدا على طول تولي ولع البيت حريقة، مشكلة مشاكل في البيت وفراق وخصام وبلاء في داخل هذا البيت لا يعلمه إلا الجبار جل جلاله. هذا العمل أيضا الآن للزوجة، عمل له العمل ثم عقد عليه بعقد في داخل كيس. السحر الثالث لهذه الطفلة البريئة التي لا يتجاوز عمرها 7 سنوات. هم يا أخواني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، انتزع من قلبهم الإيمان، انتزع من الخوف من الرحمن، انتزع من قلوبهم الرحمة والشفقة، ما في قلوبهم رحمة أبدا، همهم الأول والأخير أنهم يرضون هذا الشيطان بأي طريقة من الشطور. والشيطان أيها الأحباب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم أقل شيء يحرش بينهم، فكيف بالإضرار بينهم؟ الآن السحر اللي رأيته قبل قليل للطفلة العمر 7 سنوات، هذا العمل الموجود الآن ترونه الآن كتبت فيه آية الكرسي بدم الحيض. أعظم آية في كتاب الله جل وعلا هذه الآية كتبت بدماء الحيض، بس ما ترونها واضحة لأنها انحلت مع الرطوبة ومع الوقت أجلكم الله. مكتوب الآن بدماء الحيض أجلكم الله. ثم العمل الآخر للأب والزوج والأسرة كلها بأكملها، وضع بعض الأظافر، أخذ بعض الأظافر الآثار ثم عقد عليها وربط، وبفضل من الله جل وعلا ما أن فك السحر إلا وكأن الأسرة نشطت من عقال. اتصلنا عليهم بالهاتف الجوال من منطقة إلى منطقة، كانت المسافة بين المنطقة والمنطقة 1000 كيلو، فقالت المرأة كأنها لا تجد شيئا وكأنما الأسرة نشطت من عقال، برئت بفضل من الله جل وعلا. هذا عمل من الأعمال أيها الأحباب، هذا عمل من الأعمال. خلونا نشوف حقيقة الساحر أيضا. إحنا أخذنا ما نستطيع أن نحضر كل أعمال السحرة وكل ما يحضرونها السحرة، لأن لو أردنا أن نعرض كل ما يعرضها السحرة لاحتجنا إلى وقت طويل جدا، احتجنا إلى بكرة مثل هذا الوقت لنشرح أعمالهم وأفعالهم الخبيثة، لكن انتقينا نماذج مثل كيف احتقارهم لكلام الله جل وعلا بالنجاسات هنا بالحفائض النسائية كيف يفعلون. الآن نريد أن نشوف شيئا من أعمالهم الخبيثة، قبحهم، شرهم، خبثهم. هذا الآن يا أخوان هم لا يتورعون أن يعصون النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرون النبي صلى الله عليه وسلم بمعصيته، يأمرون الناس بمعصيته، كما ذكر فضيلة الشيخ الله يحفظه، يأتي الإنسان أول شيء من باب الكفر، فإذا عجز عن جاء من باب البدعة، ثم إذا جاء عن جاء من باب الصغيرة والكبيرة ثم الصغيرة. وكل شيء يكره الدين ويكره التوحيد ويحارب الإسلام يتقربون إليه ويحبونه. الآن أنتم ترون هذا العمل أيها الأحباب في داخل وزغ، داخل حرباء كما ترون. هذه الحرباء لها قصة، تجدون أنتم كثير أحيانا يحضرون الهدهد ثم يأتون به حي، يصيدون حي ثم يخنقونه حتى يموت من باب النكاية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي عن قتل 4، كما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن قتل 4: النحلة والنملة والهدهد. فهم يقتلون الهدهد معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الهدهد جاء مبغضا للشرك محبا للتوحيد، قال جئتك من سبأ بنبأ يقين. هذا الآن يعدون كالوزق. لما دخل أحد الصحابة على أم المؤمنين رضي الله عنها ومع عندها حربة، فقال لما هذه يرحمك الله؟ قالت الوزق أما علمت أنه كان ينفخ النار على إبراهيم؟ فهذا الجنس، هذا الصنف مبغض للتوحيد وأهله، ولذلك هم يقربونه، تجدون بداخله حشوه ببعض الأشياء الكرابيل يتقربون بها إلى الشياطين، ثم وجد فيها طلاسم صغيرة استغاثات بأسماء بعض الشياطين مثل بدوح، واسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، من باب الاحتقار والامتهان لكلام الله جل وعلا. وضعوها في داخل هذه الحرباء ثم أجلكم الله، وضعوها ثم دفنوها بصون الحمير أجلكم الله، تنظرون إليها كله احتقار وامتهانا لأسماء الله وصفاته. هذا عمل من الأعمال. أخذنا نموذج الآن يا أخوان كيف يكتبون النجاسات
بدماء الحيض، كيف يكتبون هذه النجاسات بدماء الحيض ويحتقرون كلام الرحمن جل وعلا؟ كيف خبثهم وخستهم لأجل أن يعملون هذه الأعمال بس بمجرد معصية الله ورسوله؟ أي شيء يقرب إلى معصية الله ورسوله يفعلونه. نأخذ نموذج آخر لجرأة هؤلاء وخبثهم وتجرؤهم، وأنهم ما يرحمون، وأن ليس في قلوبهم رأفة ولا رحمة. لو قدمنا شوية عشان يعني نستغل الوقت ما نطيع الإخوان، بس يا أخي هذه مجموعة. الآن العمل الآخر يا أخوان، احنا أخذنا مجموعة نماذج، والله الذي لا إله غيره ورب الفلك لو أردت أن أحضر لكم أعمالهم الخبيثة لاحتجت يومين 3 أيام أعرض لكم. هذا بيت مهجور، هم لا يعملون إلا في الظلام، لا يعملون إلا في الحمامات، لا يعملون إلا في المقابر، لا يعملون إلا في الزبائن، لا يعملون إلا بالنجسات، لا يعملون إلا في أماكن الخسة والخبث والدناءة. هذا مكان سحر في مكان مهجور، بيت كما شاهدتم مهجور. الآن نخرج السحر في هذا المكان. وضع السحر لامرأة مسكينة، هذه الامرأة المسكينة المظلومة، تشاهدون السحر ملفوف يا إخواني بعبارة عن قصدير بداخل قطعة قماش ضربت بالدبابيس والمسامير من باب يعني الإيذاء والإضرار بهذه المرأة، ثم أخرج هذا العمل. هذا العمل يا إخوان أنا سأترككم تنظرون إليه، ولأجل تعرفون حقارة هذا الساحر، حقارة الساحر، خبث الساحر. الآن نفك السحر الآن كما تشاهدون أيها الأحباب. هذا العمل يا أخوان إيش تتوقعون يعني هذا العمل؟ هذا العمل أيها الأحباب هو عبارة عن مشيمة امرأة أجلكم الله أخذت بعد الولادة. هذه المرأة أخذت ثم عقد عليها لأجل أن تفرق بين المرأة وزوجها وبنتها، وبالفعل تفرقت الأسرة بأكملها. الآن كما تشاهدون هذا العمل الأول للزوج، العمل الثاني هذا للبنت، العمل الثالث هذا للزوجة. هذه خستهم وقبحهم وخبثهم ودناءتهم. سرنا بعون الله منها. وهذا عمل آخر يظهر غلظ الشرك في حياتهم. هن مزهريتان، الأولى مضت وهذه الثانية نحن وإياكم نتعاون على كسرها لننظر في سرها. كانت هدية أبت أن تنكسر، بسم الله الله أكبر فانكسرت. فلما انكسرت فوجئنا بهذا البلاء في داخلها، انبعثت إخواني رائحة نتنة جيفة قذرة. هذه العفونة شيء أسود كأنها عظام، هي مزهرية قد ملئت بالجبس ثقيلة، جعلت في داخل المنزل زينة. الحقيقة بعد طول تأمل اكتشفنا أن الذي فيها ديك ذبح وألقي رأسه وبعض جسده الأعلى، ثم صب فوقه أو فوقه هذا الجبس فأصبح كما تلاحظون. هذا الديك هو عمل من أعمال السحر بهذه الصورة، ذبح وهو الذي يؤذن بالصلاة. هذا رأسه لما تعفن، هذا رأس الديك كما تلاحظون، هذا رأسه زال منه الريش مع طول المدة والتصق بالجبس، ويخرج إخوانكم بقية السحر. ما هذا العمل؟ هل هو نوع من الزينة؟ هل هو نوع من الزينة يتجمل به؟ هل هو جمال؟ لا والله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه
وهذا هو الشرك المخرج من الملة، حينما يذبح لغير الله فيرضى الجن وتوضع أمامهم في الغرفة، وطالما أن المزهرية موجودة فإن الشرك الذي كفرنا بسببه لكم أيها الجن موجود في هذه المزهرية، فنرجو التماسا أن تنفذوا طلباتنا في تفريق الأزواج وفي أفساد البيوت والدور وفي قطع الأرحام وفي تحقيق رغبات الجبناء من بني آدم الذين لا يأخذون شيئا إن أرادوه إلا عن طريق الجن والشياطين، فيسلطهم الله على من شاء من عباده ابتلاء منه جل وعلا اختبارا. والله إن الذنوب كلها دون هذا الذنب الذي هو الذبح لغير الله، لا القتل ولا السرقة لا الجور ولا الفجور ولا الظلم، كل ذلك دون الشرك بالله عز وجل، إذ أن المشرك في نار جهنم خالدا مخلدا أبد الآباد. أيها الفضلاء والإخوة النبلاء، وهذا هو تمام العرض ها هنا بعد أن رأينا الشرك الصراح، وهو أشنع الذنوب على الإطلاق، إذ أنه يغضب الخلاق وهو أقبحها وأنتنها، إذ فيه تسوية الخالق بالمخلوق، إذ فيه صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، إذ ما قام سوق الجنة والنار والجهاد في سبيل الله عز وجل، وما أرسلت الرسل وما جيشت الجيوش وما جرى كل ذا إلا من أجل لا إله إلا الله، والشرك ينقضها لبنة لبنة فلا يبقى منها شيء ينفع البتة. وهذه الذبائح هي قاسم مشترك، فيا لله كم على أعتاب السحرة من كفر جرى بالله، فمنه ما يكون هكذا كما ترون ذبحا لغير الله عز وجل، وكما سنخبركم مما جلبناه أمامكم ها هنا، ومنه ما يكون شيء يجري في قلوب من يدخلون على السحرة من خوف منهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا ضرب ونوع من الخوف، قال أهل العلم هو خوف السر وهو شرك والعياذ بالله، ومنه اعتقاد أن الساحر يعلم الغيب، فمن اعتقد فمن الإسلام خرج، قال الله عز وجل عن ذاته المقدسة ومن كل عيب ونقص مبرأ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولقوم أنواع وضروب من الحيل وتهويل، فمرة أبخرة وربما عفونات وربما نوع من أنواع التأثير عن من خلال إرسال شياطين فيدخل الغافل فيعبثون في قلبه، ولربما كان عبثهم وحيا يتبادلونه، فما من أحفم منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، في مجلس أحد خلفاء المسلمين إبان الخلافة الإسلامية جدد الله للأمة أمجادها، جلس وجاءه ساحر غشوم يزعم أنه نبي من عند الله وأنه يعلم الغيب، فطلبوا منه البرهان فقال لهم خوذوا من هذا الحصى لحصى ملقا في الأرض وعدوه، وأنا أغمض عيني أو أخرج من المكان وأرجع لأخبركم عن حصى كل واحد منكم كم هو. نبوة بالحصى، نبوة بالحصى، ففعل وأخبرهم بعدد ما بأيديهم تماما فتعجبوا، ومن بينهم عالم بالدين راسخ قال أخرجوه، فلما خرج قال إن معنا القرين يعد إذا عددنا ويحصي الذي أحصينا، ثم يخبره بما جمعنا وما عدينا وما أحصينا، فليأخذ كل واحد منكم هكذا بدون عد وإحصاء، ثم نسأله بعد ذلك ونستنبئه، فلما دخل قالوا له هاهن أخبرنا،
فحاص حيصة حمار الوحش وضرب رقما غالطا ثم أخبرهم وضحكوا عليه وملأ المجلس سرورا ثم قفاه ضربا ثم تأريخه لعنا وشتما. هذا وإنهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يتعاونون على الإثم تماما كما تتعاونون أنتم على البر والتقوى، هم يتعاونون علينا بالإثم والعدوان. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه المزهرية كانت شيئا من الشرك والكفر برب البرية يحدثه أحدهم. أيها الفضلاء، لهذا الساحر علامات لئلا يختلط الحابل بالنابل. نعرف علامات الساحر لئلا يخرج واحد منا بضرب من الحماس فيهاجم من لا ينبغي أن يهجم عليه ويتهم من هو من أعظم البرية براءة بأنه ساحر. فكيف نميز ونعرف أن هذا ساحر جزما وأن هذه المرأة من النفاثات في العقد قطعا؟ كيف نعرفهم؟ هل يا ترى لهم علامات؟ لا، ليس وليست ولن تكون علاماتهم خلقة أخرى غير خلقتنا الآدمية. صحيح هو مسخ بشري لكنه مسخ الروح مع بقاء البدن على صورتها اللحمية. لن تجد للساحر عين في جبينه، ولن تجد رجلا قد خرجت من صدره، لن ترى له ثلاثة أفواه، ولن ترى له عين في قفاه، لكنه ساحر له علامات أظهر من القمر ليلة 14 وهي أوضح من الشمس في رابعة النهار. يحدثنا عنها الشيخ وهو يلقي القبض عليه والمقبوض يزعم أنه شيخ، ولكنه ليس بشيخ وليس بشيء، يزعم أنه يعالج بالأعشاب ولكنه يكفر ويكفر الناس برب الأرباب. يزعم أنه يخبرهم عن مستقبلهم وهو يذهب بهم إلى النار مستقبلهم. فما هي علامات الساحر؟ نسمعها عرضا وعدا وإحصاء من فضيلة الشيخ سدده الله وزاده مولاه هدى وتوفيقا وسدادا، والله تعالى أعلم. الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. أيها الأحباب، إن علامات الساحر كثيرة جدا، لكن لعلنا نأخذ أوضحها وأصرحها وأبينها عند أولئك السحرة. أولا، إذا رأيت ذاك الرجل الذي يزعم أنه معالجا أو قارئا أو يعالج بالأعشاب يسأل عن اسم الشخص أو اسم أمه، نعلم أن هذا ساحر، لأنه يسأل عن اسم الأم حتى يخبر به القريب. واحد، فنعرف أن هذا ساحر يتعامل مع الجن والشياطين فنفر منه ونحذر منه الآخرين. أن يطلب أثرا من آثار المريض، كأن يطلب شعر، أظافر، ملابس داخلية، أشياء أخرى يطلبها من آثار الشخص، فنعرف أن هذا ساحر يتعامل مع الشياطين. أحيانا أيها الأحباب، يطلب حيوان بصفة معينة، يطلب حيوانات بصفة معينة، كأن يطلب خروف أسود، يطلب مثلا نوعية معينة، أو يطلب مثلا ديكا أسودا، أو يطلب قردا أعمى. أذكر رجلا جاءني يسألني، يقول أنا ذهبت إلى معالج فطلب مني المعالج 11 فار، وطلب مني هذا 11 فار أن أضبطها في وقت القائلة من الساعة 1:30 إلى الساعة 2:30، وأنا ما مسكت إلا 4. خبر لي باقي فيراني أخي. قلت له والله يا أخي أنا مكلف بقضايا السحرة مو بجمع الفيران. فأخبرني أن هذا الرجل معالج وأنه رجل مجرب وأنه طلب منه 11 فار. فقلت يا أخي كريم، هذا لا يجوز. ومنهم من يطلب أحيانا فارا يتيما، وأحيانا يطلب فارا يتيما أو بصفة معينة. هذه العلامات يعرف أن هذا الرجل بمقصوده، كما ذكر الشيخ أن أولئك السحرة هم لهم هدف يريدونه، ما لهم غيره يا أخوان. هؤلاء يريدون المال
والرفعة المكانة عند الناس، فما يستطيعون يضحكون على الناس بهذا الجانب. احضر لي مثلا فار أعمى، أو احضر لي كذا، من وين احضر لك هذا؟ ما استطيع. أو احضر لي نوعية معينة من هذه الأعشاب، فما يستطيع. فيقول أعطني مبلغا من المال كبير وأنا آمر ملك الجن أن يحضر لك هذه الأشياء. أحيانا يطلب ذبيحة معينة ثم يأمره أن يذبحها ويأتي بالدم، فيأمر بهذا الدم يكتب بها بعض الطلاسم، أو يقوم بتلطيخ جسد المريض بها، فنعرف أن هذا رجل ساحر يتعامل مع الجن ويذبح هذه الذبائح تقربا للشيطان وكفرا بالرحمن جل وعلا. أحيانا يأمرك أن تضع أشياء معينة في الخريبات كما شاهدتم، كأن يعطيه شيئا يتعلقه يأمره بدفنه كهذا، يأمره أن يدفنه في مكان مثلا في بئر، أو يرميه في البحر، أو يرميه في مكان مهجور، مثل هذه الأشياء. وهذه قد ملئت بالطلاسم والرموز والكتابات. وأحيانا قد يأمره أن يتعلق شيئا في عضده مثلا، مثل هذه يعلقها في عضده، وهذه الأشياء كلها حجب وتمائم، وهنا عليها بعض الطلاسم والرموز، فيها اسم الله قد كتب مقلوبا وآية الكرسي مقلوبا، ثم وضع عليها بعض الطلاسم والرموز إرضاء للشيطان. وأحيانا قد يعطي شيئا كمثل هذا العمل المعمول، عقد نفث فيه الساحر ثم عقد بداخله على عقد وأعمال، ثم وضع فيها صدف البحرية التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعه فلا ودع الله له، ويأمره أن يشدها على حقه أو يربطها في أحد في جسمه. وأحيانا قد يعطي أشياء يكتبها في أوراق أو طلاسم، مثل هذه الأوراق الموجودة أيها الأخوان، رموز، طلاسم، كتابات، دوائر. ومقصود هذه الدوائر كما شرح فضيلة الشيخ يحفظه الله، أن هذه الدوائر هي أماكن جلوس الساحر في هذا المكان، ثم يبدأ يستغيث بالشيطان فتأمره الشياطين أن يكتب مثل هذه الطلاسم. مثل هذه الطلاسم نشوف واحد من هذه الطلاسم، مثل هذا الطلسم الأسود كوجه الذي كتبه، هذا الطلسم يا إخوان مليء بسم الله بسم الله يا الله حم حم حم، ثم رموز، ثم طلاسم، ثم استغاثات، ثم كتب شيئا من الآيات: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، أعوذ بالله منهم، كتب محمد، نوح، إبراهيم، محمد رسول الله، ثم كتب أعوذ بالله منهم، جهجائيل، صنهاهيل، ثم استغاث بالجن والشياطين. وأحيانا قد يكتب مثل هذه الطلاسم، مثل هذه الرموز والطلاسم، في أوراق يكتبها بمداد من الزعفران، فيأمره أن يحلها ويشربها، وكلها استغاثة وشيء. وأحيانا قد يأمره بتعلق ودعه لصدف البحرية ليعتقد بها أو يعلقها لتدفع عنه البلاء والشر. وأحيانا قد يأمره أن يلبس خاتما معين، هذا الخاتم أنتم تشاهدون لكن ما تلاحظون، عبارة عن فصوص طبعا ما يتضح، لكن بالداخل هنا السم الزعاف، الاستغاثة بغير الله جل وعلا والطلاسم والرموز. وأحيانا أيها الأحباب يأمره بطريقة معينة، يعطيه ماء يتمتم فيه، ينفخ فيه ثم يتمتم فيه، ثم يأمره أن ينجمه، يضع في مكان تحت النجوم ثم يأمره بشربه. وأحيانا قد يأمره أن يجلس في مكان مختلي، فيلبس ملابس معينة مليئة بالطلاسم والرموز تقربا للشيطان، مثل هذا الثوب أيها الأحباب، هذا الثوب الآن مليء بالطلاسم والرموز، مثل الطلاسم موجودة في الحجر، يبقى أيام طويلة، اجلس 10 أيام، 5 أيام، 7 أيام، 9 أيام بهذا الثوب لا تخرج منه. فقد يقول القائل: يا أخي أنا أريد أن أذهب إلى دوامي، أذهب إلى حاجياتي، كيف أخرج أبقى بهذا؟ فيقول له: ما في مشكلة، أنت تبقى على هذا، لكن أنا أعطيك البديل. البديل هذه الصدرية، صدرية هذه أنتم كما تشاهدون ما فيها شيء، لكن بداخلها أيها الأحباب سحاب، وبداخلها الكفر بالرحمن جل جلاله والاستغاثة بالشيطان. كل الطلاسم والرموز موجودة. الهم الأول هو أن يربط العبد بغير الله جل وعلا ويعلقه بغير الله جل وعلا،
فيكون قد تعلق تلك التميمة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعين خير يا أخوان ولا يرجو به خير. وأحيانا قد يأمره أن يذبح ذبيحة بصفة معينة، بصفة معينة، كأن مثل هذا بعد أن يذبح تلك الذبيحة للجن أو الشياطين، ثم يأمر أن يحضر شيء منها. مثل هذه الآن ترون عبارة عن قرن، قرن ماعز تيس ذبح لغير الله جل وعلا، ثم وضع هذا القرن بهذه الطريقة، ثم وضع فيها بعض الطلاسم والرموز، ثم وضع بداخلها شيئا من الودع، ويأمره أن يتعلقها، أن يتعلقها حتى يكون لسان حاله: يا أيها الجن، إن هذا الرجل قد أمرته أن يذبح لغير الله وقد فعل، فلا تقربه، فقد تعلق أمرا يتقرب به إليك. وأحيانا قد يعطيه، ومع الأسف بعض المسلمين يتعلق مثل هذه الحجب التي كالصليب، يعلقها المسكين ما يعلم، لكن هو ذهب إلى ساحر النصراني فعلق بغير الله جل وعلا. وأحيانا أيها الأحباب قد يأمره بتعلق أشياء مثل هذه التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذه التميمة هي المانعة، هي الحرز، هي الدافعة. نحن نريد أن نفك سحرا موجود، لعل الشيخ في أثناء الفكة نشوف وش بداخل هذا السحر، ما هي الأعمال الحجب التي يعلقون بها الناس بغير الله جل وعلا. بسم الله. في أثناء وجود مثل هذه الأسحار أيها الإخوان، يؤخذ هذا العمل ثم ينفث عليه بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل هو الله أحد والله الصمد، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث عليه ويفك، وبإذن الله أنه يفك. هذه الأحجب التي يأمرون الناس بتعلقها، الأعمال الموجودة، هذا عمل موجود عندنا الآن جبناه ونبغى نفكه اليوم فقط عندكم هنا، هذه الأعمال الموجودة نبي نشوف وش يكتبون هؤلاء بداخلها. هذا العمل الآن موجود يا إخوان، عبارة عن بدايته عن طلسم كما تشاهدون، عبارة عن طلسم موجود، إيش في نهاية هذا الطلسم؟ طلسم، ثم كتب بعد ذلك الطلسم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم بعده كتب حروف مقطعة، ثم بعده: ألم نشرح لك صدرك. والله من يتعلقها والله يجعل الله صدره ضيق حرب. طيب يا أخوان، قد يسأل سائل يقول: ليش كتب آية الكرسي وليش كتب ألم نشرح لك صدرك وأنت تقول أن هذا يضيق الصدر ويبعد الجن والعفاريت، ثم كتب في نهايتها: ألم نشرح لك صدرك، ثم كتب بعدها؟ لاحظ، ركزوا معي يا أخوان، هنا في البداية طلسم، ثم بعد الطلسم آية الكرسي، ثم بعد آية الكرسي طلاسم، ثم بعد الطلاسم ألم نشرح لك صدرك، ثم بعد ألم نشرح لك صدرك فاجخر فانشر أسامي شياطين، ثم بعدها كتابات وآيات من القرآن، ثم طلاسم، ثم أسماء شياطين، ثم آيات من القرآن، ثم آيات من الشياطين، ثم آيات القرآن، على هذه الطريقة. لماذا يفعلون هذا؟ يفعلون لأمرين أيها الأخوان. الأمر الأول هو أنه تضليل عامة الناس، إذا فتح مثل هذا الحجاب يقول: هذا يا أخي قرآن، اسمع هذا قرآن موجود فيه، هذا قرآن، وش فيه هذا القرآن؟ لكن في حقيقة يا أخوان لا يمكن أن يتم السحر للساحر إلا بقربان يتقرب فيه للشيطان. هذه الكتابة التي تكتب، اللي سور القرآن، آيات القرآن مع كتابات الشياطين والاستغاثة بالشياطين، هي كفر بالرحمن جل وعلا، لأنه احتقار وامتهان لكلام الرحمن. أليس الله جل وعلا لما قال لبني سيدخل القرية فقالوا: قلوا حطة، فقالوا حنطة، نقطة نقطة يا أخوان. قال الله جل وعلا: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بس نقطة حطوا. فما بالك لمن يدخل في القرآن، في آية الكرسي، في سور القرآن استغاثة بالشياطين واستغاثة وكفرا بالرحمن جل وعلا. هذه يا أخوان
نوع من الأنواع، وقد يعطي أيضا المريض أشياء يدفنها أو يحرقها، كأن يعطيه طلسما يحرقه أو يأمره بالتبخر مع بعض الأعشاب في أوقات معينة عند غروب الشمس وعند الإشراق. أحيانا يكتب حروفا مقطعة في حجب يأمره أن يشربها ويتبخر بشيء منها. هذه العلامات يا إخوان هي مجمل هذه العلامات الموجودة في رسالة جاءت تقول امرأة أني وجدت هذا العمل موجود. طبعا هذا عبارة عن عمل يا إخوان عقد معقودة، كما قال الله جل وعلا أعوذ برب الفلق، هي عقد موجودة تربط تذهب إلى هذا الساحر، قد لا يكون هذا السحر لأهل البيت. أحياناً يا إخوان لا يشترط أن يكون مثلاً هذا السحر موجود في البيت يكون لأهل البيت، لا، إنما يكون هذا السحر في البيت للخادمة أو للعامل أو للموظف الموجود في هذا المكان لأجل يجلب لها الخير ويدفع عنه البلاء ويحفظ من الجن ومن العفاريت بهذا الاعتقاد، وليس له تأثير على أهل البيت، لكن يكون في تأثير بذات هذا في داخل البيت، فتجد المرأة هي والزوج دائما مشاكل بمجرد أتفه الأسباب تولع حريقة في البيت. أسبابه وجود هذا الطلسم، لأن هذا الطلسم مليء بالاستغاثات التي تجلب الشيطان في البيت. سبب من أسباب جلب الشياطين في البيت هذه الطلاسم الموجودة. قد لا يكون هذا العمل الموجود هو سحر لأهل البيت، لا، لكنه سبب من أسباب جلب الشياطين إلى البيت. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم في أحوالهم وأن يعيننا وإياكم على محاربتهم. وأترك الموضوع للشيخ الله يحفظه. والحديث موصول حول هذا المجتمع العجيب الغريب الذي امتلأ بجميع أنواع العفونة وصنوف الآلام والغرائب والعجائب، لكن وبعد أن عرفنا وشيئا من بداياتهم أبصرنا، ما الواجب نحونا وعلينا ولنا ونحن أبناء عقيدة وأبناء دين وأبناء ملة؟ إن الدين عند الله الإسلام. أول ذلكم إخواني ينبغي لنا أن نعرف أعداءنا، فمن الحماقة أن تضع يدك بيد عدوك وتمشي فإنها الصفاقة. اعرف عدوك، وما أجمل قول الأول: كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. فإن عداوة هؤلاء لنا في ديننا إخواني، وأي عداوة أعظم ممن كان مشركا بالله وهو لا يدري 30 سنة وهذه التميمة عند امرأة وتظن أنها سبب سعادتها. 30 سنة عداوة دينية عميقة في تجهيلنا. ديننا يرفعنا، ديننا ينقي عقولنا، ديننا يوضح هدفنا وغايتنا، وهؤلاء يفسدوننا. فترى أحدهم لا هم له إلا مطاردة الفئران والجرذان ليحضرها للشيخ، ويبحث في أحوال مدنية الفئران حتى يجد فار يتيم. هذا دين؟ أول أمر اعرف أعداءك سددك الله. الأمر الثاني من مقتضى العداوة البغض لهم، ومن كمال البغض إبلاغ الجهات الأمنية فلنبلغ عنهم حتى ولو لم تكن متأكد، يكفي سوء الظن لرجل ظهرت عليه بعض العلامات والجهات الأمنية عندهم ولديهم مصادر يتأكدون من خلالها. الأمر الثالث: لا نخاف، لا نخاف منهم، نحن الذين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نخاف من ساحر؟ الساحر آدمي مثلنا، بشر منا، لكنه يخاف من الجن، فهو يستغيث بالجن، والجن والشياطين يقول عنهم الذي خلقهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا إنسان، وخلق الإنسان ضعيفا، فضعيف يستغيث بضعيف، ضعف مضاعف. ونحن بالله يا أحبتي، صح الحديث الصحيح عن النبي الفصيح صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من تصبح بسبع تمرات
لا يضره سم ولا سحر. والله أتحدى سحرة الأرض جميعا، وهاروت وماروت وسحرة فرعون، أن يسحروك أو يسحروا مسلما تصبح يوما بسبع تمرات لا يضره سم ولا سحر، لا لدغات عقارب ولا ثعابين ولا سم يوضع في طعامه ولا سحر يبرم من أجله، ولو كان السحر العميق العظيم الذي رأيتموه قبل قليل. وذكر الشيخ أنه كلفهم 700,000 ريال واشتغل الساحر فيه أكثر من 3 أشهر. كل رقم يكتبه له علم وله مقصد، وكل مربع فيه من الفجور ما فيه، والله ما ينفذ فيك السحر. وسحرهم ولو كان بملايين الريالات إنه باطل باطل، لن يقع ولن يقع لك تأثير. يا جماعة 7 تمرات، أي نوع من أنواع التمر، منزوع النوى بدون فصم، تدخلها في فمك النقي وتمضغها بين فكيك الموحدين، ثم تبلعها حامدا أكرم الأكرمين، يبطل سحره. شاب في مكتبه في وظيفته، وجاءهم ضيف غليظ بغيض، فجلس عند زميله في المكتب الآخر وأخذ يتشدق أن معه خاتم له فص كأن فصه هذا في ضخامته، ويتكلم عن قدرات هذا الفص وهذا الخاتم، وأنه استطاع من خلال هذا الخاتم أن ينتج وأن يفعل نحو من هذا الأسود كبير بمثل هذا الخاتم الذي ما كلف إلا 100 دولار، أخذها وحيا من بعض القنوات الفاجرة ومن بعض السحرة الذين قد ظهر فيهم العوق وظهر فيهم الشلل وظهر فيهم المرض الروحي البدني. ب100 دولار فقط استطاع بهذه ال100 دولار أن يجني آلاف الريالات، وأنه ما دخل على أحد إلا وخاف منه، وأن هذا الخاتم إذا وضعته في يدك وكتبت معروضا نفذ، وأن هذا الخاتم إذا لبسته وخطبت زوجوك، وأن هذا الخاتم وأن هذا الخاتم. صاحبنا تمعر وجهه وامتلأ قلبه غيرة على دينه وقال: كل هذا يفعله الخاتم، أجل ماذا بقي لرب العالمين؟ فالتفت البغيض وقال له: اسكت، والله لأخليك تمشي في الشارع زي الطلي. مناظرة. قال: والله لا أنت ولا 1,000,000,000 زيك، أنا كل يوم أتصبح ب7 تمرات. فنكص على عقبيه وقال: تأكل تمر؟ جاء الأخ يسألني، قلت: يا أخي رعاك الله، هم مع جهلهم يعلمون عظيم تأثير التمر على سحرهم بإبطاله. فإذا كان رجل هذا علمه وفنه وقوته تبطلها 7 تمرات، ما فيها شيء يابس، ما فيها قاسي، ما فيها فصل، فكيف يخاف منه؟ اتصلت امرأة على إخوانكم في مركز الهيئة: السلام عليكم. فأجاب الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت الشيخ: قال نعم، تفضل يا أختي. قالت: قال نعم، لكن ارفع الصوت يا أختي الكريمة، الصوت ضعيف. قالت: أريد أن أبلغ عن ساحر، تسمعون؟ قال نعم، جزاك الله خير يا أختي، تبلغين عن الساحر لكن ارفع الصوت. قالت: لا أخاف يسمعني. إيش هذا يا مسلمين؟ إيش هذا يا أخواني؟ فرجع عليها قال: اتق الله، خوفك من الساحر بهذه الطريقة بإجماع علماء الأمة هو شرك بالله وضرر عليك مما لو اجتمع السحرة كلهم الآن. هذا الخوف خوف القلب ممن لا يملك مخوفا هو شرك والعياذ بالله، فتوب إلى الله. قالت: أجل أنا مخطئة؟ قال نعم. قالت: خلاص، ورفعت صوتها وتكلمت بشجاعة وقوة: نحن أمة، إن أخطأنا صححنا وإن غلطنا رجعنا، فالحمد لله. أيها الفضلاء، لذلكم بعد وضوح أمر السحر والسحرة وبعد وضوح حالهم ونحن على درجة واحدة
من نصرتنا لديننا بمالنا بأبداننا بعقولنا بعلمنا بأفهامنا، نستوي جميعا رجالنا ونساؤنا صغارنا وكبارنا، أئمتنا ومأمومينا وحكامنا ومحكومينا، جميعا ننصر ديننا. فالحمد لله الذي جعلنا على هذا المقام. الأمر الآخر أيها الفضلاء، وهم يشتغلون في مجتمعنا، فهل يا ترى لهم مظاهر يظهرون بها فنعرفهم ونجليهم ونبين حقيقتهم؟ إليكم شيء من خبرهم، وإن كان عجيبا وإن كان غريبا فإنها عجائب تترى. لربما ظهر للناس بأنه قارئ كف ينظر في يدك ويقول لك إن مستقبلك كيت وكيت. هذا كاهن، هذا ضرب من ضروب السحر، لأن الجن أذكياء مهم بغبياء، فمن ذكائهم أنهم ينوعون للناس طرق الضلال. فهذا شاب أو فتاة وجدوه في مكان منزوي غافل لاهي، ربما ما صلى لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا عنده نية يصلي الفجر، قد لعبت فيه الشياطين واستحوذ عليه الشيطان وامتلأ غفلة وفجورا وكفرا بالرحمن، فجاءوا يعرضون عليه صنعتهم، أريد أريني يدك، فيرى اليد، ينظر اليد ولا الرجل ما يفرق، لأنه يستوحي ويستنطق قرينه من الجن، فيخبره أنه عزب وأنه عاشق محب متيم صب، ويخبره أنه يكره كذا، فيقول أنت وأنت، يقول نعم، إي والله كيف درى، نعم وأنت كذا، نعم سيكون لك كذا وكذا، يكذب عليه في المستقبل ويخبره عن الماضي، فيذهب المسكين وليس لديه من دينه ولا قطرة. وربما ظهروا بأن لديهم علم خارق، وأنهم يقرؤون الكف، نعم، وأنهم يقرؤون الفنجان، فنجان القهوة، فيشرب ويبقي شيئا من سؤره ومن لعابه، تماما كما يطلبون الشعر والأثر والمنديل، فيطلبون والشعر الذي رأيتم والطاقية وكذلك الملابس الداخلية والحفائض النسائية، أي شيء فيه أثر، فينظر في الفنجان ثم يسأل الجن إيش رأيكم كيف نلعب عليه، فيقولون كيت وكيت، ويصدقهم هذا الأحمق ويخرج من دينه بالكلية. ربما أحدهم سرق منه متاع، هجم لصوص على بيته، فجاءه ناصح وليس بناصح، اذهب إلى الشيخ فلان وليس بشيخ، فيذهب إليه، يا شيخ سرقت سيارتي، سرق ذهب زوجتي، سرق مالي من متجري، سرقت ونحو ذا، أو سرقت غنمي، أو سرق مركبي ونحو ذا، فيقول له هذا الذي يزعم أنه شيخ حلها عندي ونبو هندي، ثم بعد ذلك يخبره أين سيجد وكيف يجد الطريقة، فيجلس معه بطريقة عجيبة جدا، أصور لكم مجلسهم. هذا عنصر أساسي يكون موجود، تظنونه القرآن، ظنكم صحيح، هو القرآن، هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو كلام الله. وهذه سورة البقرة التي لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، لكن هذا ما هو، وهذا ما هو، هذا في بيت أحد السحرة، يأخذونه يسرقونه من المطابع قبل إكماله، ويكملونه هم بأيديهم ويكتبون فيه السحر، لكن الله أنقذ كتابه في بيت الساحر وأخذناه منه قبل أن يبدأ به لعنه الله. العجيب أن هذا الأحمق الذي فقد شيئا من دنياه يدخل عليه في غرفة خاصة ملئت بالشرك والنجاسات، فيها عفونة عجيبة جدا، ولو أن العبارات تصف الروائح لما استطعتم أن تجلسوا في المسجد والله، لكن يجلس على شيء مرتفع قليلا، ويكون مغطى بغطاء رقيق، غالبا يكون مجلس الساحر على القرآن مفتوح، وربما
وضع مصحفين أو ثلاث، هو مكان جلوسه أثناء ممارسة العمل، ويضع أمامه منقل فيه جمر نقل ثم أشعل وترى عليه أثار الرماد ويتصاعد منه بقايا الأبخرة، ويضع أمامه مكان جلوس المتعالج الذي يبحث عن الطريدة والشريدة والضائعة، ويكون مجلسه في الغالب فراش قذر مثل هذا الذي هو عبارة عن نسج بلدي من شعر الماعز، وقد نسج وأحكم بطريقة عجيبة جدا. يعني أرأيتم هذا الذي ارتفع هنا؟ هو عبارة عن شعر لذبيحة ذبحت لغير الله، أبقى منها هذه الجزئية، كأنه يقول للجن دائما ترى هذا الرجل جالس على جزء من قربان قربته لكم كفرا بالله. وهنا الودع وهو صدف البحر، وهم في كل بلد يأخذون المشهور، ربما يكون حصى وربما يكون ودع في الجهات البحرية، وربما يكون هيل أو قهوة أو يكون شيء من الجوز ونحو ذلك، لا يبالون. ثم هنا هذا المكان يشبه هذا تماما، لكن هنا مزقناه وأخرجنا ما فيه، والذي كان في جوفه عبارة عن قصاصة قد كتبت فيها بعض أسماء ملوك الجن، أجلكم عن سماعها وبيت الله أن تذكر فيه، يستغيثون بها. وهذا كما تلاحظون فيه نجاسات غريبة جدا، ما حاولنا نفكر معرفة ما هي لئلا نستصدر لها حكما، لكن تنبعث منها روائح. يجلس وهذه عنده، والأبخرة تتصاعد، ثم يتمتم ويسمعه بعض القرآن: إن أعطيناك الكوكو كوكو 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 ثر، إن أعطيناك الكوثر، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كواكب كواكب كواكب. وهلم جرى يهزأ بالقرآن، يدخل فيه حروفا ليتحقق من الكفر، وهذا يبحث عن الذي ضاع، والجن تراقب المنظر، فإذا امتلأ قلبه كفرا أخبروه عن بهائمه وعن سيارته وعن مسروقاته، فيذهب وفعلا يجدها، لكن لا يجد دينه، خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله العافية. قد يظهرون يا إخواني بمن يخط الرمل، رمل ثم يضع عليه خطوط ثم يقول سيكون لك كذا وكذا، وربما يظهرون باسم المنجمين. حينما تلاحظون في بعض الصحف التي لا تمس إلى الدين ولا تمت إليه بصلة، صحف يكتب فيها برج الجوزاء وبرج الثور والعقرب وهلم جرى 12 برجا، وهذا ولد في برج كذا وهذا في برج كذا، ولكل صاحب برج في كل شهر حظه ونصيبه، ويكتبون بعد ذلك: فمن نظر فيها فقد أتى كاهنا، ومن صدق ما يكتب فيها فقد صدق الساحر والعياذ بالله. فهم المنجمون الذين يزعمون أن لديهم علم النجوم وعلم التأثير وعلم أسرار الكون، وقد كذب المنجمون ولو صدقوا. بعد هذا كله إخواني الفضلاء، إذن لي أن أقول أنهم أحيانا يظهرون بصورة المعالج، لكن ترى فيه خبث ومكر. جلست والشيخ في محاضرة في أفريقيا، وقبيل المحاضرة جاء غليم يستجدي ويشحد من الناس في المحراب، ويشتكي يتمه وفقره وحاجته، وبينما هو يتكلم وإذا كأنها لهازم البهيمة في رقبته تميمة، فطلبناه أن يعطينا فأبى حتى اشتريناها منه بنقد. ثم في المحاضرة ما كان معنا شيء نجعله للناس علامة وآية، ففتحناها وكانت شبيهة إلى حد ما بهذه التي ترون الآن السوداء، عبارة عن تميمة قد خيطت بجلد أيضا، أحكمت إحكام عجيب، وفتحنا كثيرا منها، لذلك هذه نكتفي أن تكون عرضا. العجيب يا إخواني أن فوجئنا والله لما فتحناها، وإذا بها قد كتبت بقلم أزرق، ولم تكتب هذه المرة بمادة موهومة، لم تكتب بمادة حمراء. إيش هذا العجيب؟ كتب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكتب أسفل منها سورة الفلق والناس، وأسفل ذلكم قل هو الله أحد. يا شيخ هل هذا معقول؟ هي لحظات
مستحيل الساحر يكتب هذه وبس. الساحر لابد أن يكتب شيء في إهانة القرآن. أعظم سورة في كتاب الله، ثلث القرآن، سورتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما، كل هذه آثار عن المختار في أمر هذه السور الكبار. والآية العظيمة آية الكرسي الكريمة، العجيب أن العجب تلاشى أثناء النظر، لأنه كانت تنبعث رائحة من هذه الورقة. ما احتجنا أن نحللها كثيرا، سألناهم بالله أن يخرج من يخبر، فخرج شاب، ماذا تجد؟ شم الرائحة، الشيخ شم الرائحة، أبى الشيخ لن يعاقبني فشممت الرائحة، وإذا بها رائحة بول، قد كتبت بالبول، دينكم كتاب ربكم، والله هذا فعلهم، إن كتبوا القرآن فيضعون فيه ما ينجسه، قد كتب بالأزرق لكن الورقة ربصت ورش عليها شيء من البول، ترى صفاره تظنه من طول البلا، لكن تظهر الرائحة فتتحقق أنها من البلاء. أحدهم جاء للشيخ وقال ذهبت إلى رجل معالج وأعطاني هذه. طيب هو يعالج بالقرآن؟ قال والله بالقرآن وأشياء ما أدري تمتم، لكن شوف هذا اللي أعطاني. فتحنا الورقة وإذا هي مبرومة مثل هذه لكن صغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، آية الكرسي، قل الله واحد فقط. إيش هذا؟ هل أمرك السحر أن تذبح لغير الله؟ لا والله. هل طلب منك السحر مالا ليذبح هو؟ لا والله. هل سألك عن اسم أمك؟ لا والله. هل الساحر أمرك أن تسجد في مكان معين؟ لا ورب الكعبة، مستحيل. كيف وجهه؟ قال هل رأيت الليل قط؟ لون البشرة بيضاء لكن على وجهه مسحة من قذر. يا أخي الكلام اللي تقوله مو بصحيح. قال والله هذا هو، فقط هذه الورقة الصغيرة المبرومة أعطاني إياها. فلما فتح قال لا تفتحها، فتحناها نحن وإياه فرأينا الذي رأينا وأخبرناكم به. فبدره الشيخ سؤالا، أين أمرك أن تضعها؟ أين أمرك أن تضعها؟ فتغير وجهه وكأنما ضرب في وجهه حرص، أراد الإعفاء من الجواب. لا 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 بالله عليك، بالله عليك، لا لن نضرك، لن نضرك، مجرد السؤال، وتب إلى رب الأرباب. قال والله ما كنت أعلم أن فيها آية الكرسي وقل هو الله أحد، لعنة الله على الساحر. أين أمرك؟ تجرعها ثم قالها أمرني أن أضعها في دبوري. هذه حقيقتهم، وهذا شرهم، وهذه ألاعيبهم، وذاك لبوسهم. أخزاهم الله ولعنهم في كل مكان، وجندني الله وإياكم أن نكون خدما لهذا الدين وأعداء لهؤلاء الملاعين. أيها الإخوة، هل يا ترى يوجد في ديننا ونحن نريد أن نختم الليلة حديثنا ما يكون حجابا ووقاء، فنتحدى هؤلاء الأعداء ونمضي في حياتنا أسوياء؟ شاب يريد الزواج ويخشى من اعتداء من يعتدي عليه فيفرق بينه وبين حبيبته. بنية خطبت وكلما تقدم الخطاب هربوا من الباب، مع أنها من ذوات الأحساب والجمال والألباب، فلماذا ينفرون منها هذا النفور؟ يمكث مع زوجته والله يا أخواني أكثر من 50 سنة، يقول ما يقول إنها تخبره ما نظرت إليك يا أبو فلان إلا وأنا أرى وجهك فيه قسمات وجه القرد، ولكنها عايشة مع على الصبر، وفيه من السحر الشيء العظيم. هل يا ترى يوجد هنا وقى وعلاج إذا فعلناه لا نصاب بالسحر بإذن الله؟ قبل أن يقع الفاس في الرأس فلنحاس، هل يوجد من سبيل وقاية؟ كما أننا نتقي الحر بهذه الأجهزة والشمس بالظل، وكما أن نتقي الجوع بالطعام والعطش بالسقيا، هل هناك من وقاية من هؤلاء السحرة؟ أو نظل خائفين رعناء يتربصون بنا الدوائر وكل يوم يقتسمون منا صيدا؟ هل يا ترى من طريق ووقاية؟ إي والله، فديننا الدين الكامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإلى فضيلة الشيخ،
يحدثنا؟ أحالها علي فجزاه الله عنا خير.